الله زي ما احنا شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة كده ما شاء الله. طبعا الأسعار في الأيام العادية أحبابي في الله، مهند ليه والنعم، الحروب دول مسيطرين حبيبي ولسه هي ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك يا رب. حاجة برضو مستوى نظافة ما شاء الله تبارك الرحمن، ورقم تليفون الحرب كم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الكرام، احبابي في الله، صلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من مدينة رسول الله. والفيديو ده مهم لكل زائر وكل معتمر وكل واحد جاي على مدينة الحبيب، سواء معتمر او زائر او جاي يزور الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هناخد جولة في شارع قربان، هنشوف الفنادق القريبة من الحرم والرخيصة ومستواها ايه. متابعين الكرام، يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ودايما ابتسم في نبيك محمد ما شاء الله تبارك الرحمن. ورد مديني، احنا جايين في الاخر طبعا، خليكم معايا وبينا على الفيديو، يلا بينا. قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي، يا حمام الشوق ودي وصل سلامي، يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي. أنا قلبي والمشاعر تعزف دايم، فكري فيها صاحي ونايم، والله طيبة أغلى هدية، يا طيبة يا نسمة ندية، يا طيبة أنت البهية، يا طيبة يا نسمة ندية، يا طيبة أنت البهية، طيبة تداوي 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 قلب العالي، وما تداوي 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 قلب العالي، والقلب والها طيبة والها، روحي تقول وفكري يقول، روحي تقول وفكري يقول، يا طاير ودي الوصية سلم على الروض البهية، يا منايا وفكري وروحي، نظرة فيكي تشفي جروحي، زورة ليكي أقصى طموحي، لما أعزم وأعقد نية، يا طيبة يا نسمة ندية، يا طيبة أنت البهية، يا طيبة يا نسمة ندية، يا طيبة أنت البهية، طيبة تداوي 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 قلب العالي، ما تداوي 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 قلب العالي، والقلب والها طيبة والها، روحي تقول فكري يقول، روحي تقول يا طاير وادي. ده فندق راسيا، ادي احبابي في الله متابعين الكرام، ده في قربان النازل جنب اجيال المدينه ومجموعه الفنادق دي. دي في قربان النازل احبابي في الله، وطبعا
المكان موجود فيه المطاعم وموجود فيه كل الخدمات احبابي في الله. ومن هنا بالظبط لو انت عايز تمشي على رجليك بتمشي 10 دقايق، ولو بالسياره هي دقيقتين احبابي في الله. ما شاء الله. هنحاول برضو نخش فندق تاني من الفنادق هنا. ادي متابعين الكرام، ده احنا دلوقتي في قربان النازل، وده بدايه الفنادق. هي مش قريبه من الحرم، ولكن اسعارها في متناول الجميع. هنحاول ندخل الفنادق دي وهنشوف الاسعار وهنشوف مستوى الغرف اللي فيها. يا احبابي في الله متابعين الكرام، خليكم معايا ما تروحش بعيد. احبابي في الله، يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله. ده فندق روسيا احبابي في الله متابعين الكرام، ما شاء الله تبارك الرحمن. ده فندق من الفنادق اللي موجوده في شارع قربان النازل، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا انا مش معلن للمكان، ولكن انا بوريكم الحاجه اللي موجوده متابعين الكرام ومستواها عامل ازاي. ما شاء الله تبارك الرحمن. دلوقتي هنروح ونشوف مستوى الغرف متابعين الكرام. بسم الله. ادي متابعين الكرام احبابي في الله، ده كده بعد ما نزلنا من الاسانسير، ما شاء الله تبارك الرحمن. ودي بدايه الغرفه احبابي في الله، شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا زي ما انا معرفكم ان المستوى النظافه بيبان من الفرش من الارضيات، ما شاء الله تبارك الرحمن متابعين الكرام. وده بس الصالون او المجلس بتاع الغرفه، ادي احبابي في الله مستوى ما شاء الله تبارك الرحمن. وده في قربان النازل فندق راسيا، اسمه راسيا ما شاء الله. ادي احبابي في الله متابعين الكرام، يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيبي رسول الله. وطبعا الغرفه بنلاقي فيها حاجات مجهزه ما شاء الله تبارك الرحمن، ثلاجه و سخان الميه وكمان النسكافيه والميه ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الحاجات دي بتدل على مستوى الفندق متابعين الكرام احبابي في الله. وكمان اهوت خزنه ومصليه ومصحف ما شاء الله، وكمان مكوى، شايفين المستوى ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه روعه ما شاء الله احبابي في الله. واديتكم اللايك الحلو ده لاني بحبكم في الله، وابتسم فنبيكم محمد. وبعد كده وانتم بكرامه هنشوف كمان اعزكم الله الحمام. حاجه بسم الله ما شاء الله، فعلا مستوى راقي جدا. والفندق ده كمان فيه حاجات جميله، ادي غرفه تاني هيت احبابي في الله، ومعانا الاستاذ عادل الصبحي مدير تشغيل فنادق راسيا، وكمان ليهم فرع في جده احبابي في الله. واللي عايز يتواصل معاه رقم جوال حضرتك 0537 0537 537 537 1111 ووحد الواحد، وصل على الحبيب قلبك يطيب. اللي حابب يتواصل معاه هو في الخدمه ان شاء الله، وفي خدمه ضيوف الرحمن والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الغرفه الثنائيه برضو، وزي ما انا قلت لكم متابعين الكرام انا مش معلن للمكان، انا بس بحاول اوفر ليكم وتكونوا على ارض الواقع الحاجات اللي موجوده ايه احبابي في الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، الحاجه الكويسه لازم نقول عليها ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن متابعين الكرام. وطبعا بديكم اللايك الحلو ده ما شاء الله. والفندق احبابي في الله كمان فيه جاكوزي، صح كده؟ اهوت الجاكوزي احبابي في الله.
ادي متابعين الكرام، دي طبعا من الحاجات اللي متوفره في الفندق، خدمه الجاكوزي. يبقى مستوى راقي وفين؟ في قربان يا احبابي في الله، ومفيش 5 دقايق تكون في الحرم او 10 دقايق وانت على رجلك. يعني الفندق ده 10 دقايق وانت على رجلك بتكون في الحرم. ما شاء الله تبارك الرحمن. والاستاذ عادل كمان حب يوريني نفس السويت اللي فوق بس بتنسيق تاني او شكل مختلف احبابي في الله، زي ما احنا شايفين. ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة كده ما شاء الله. طبعا الاسعار في الايام العادية احبابي في الله بتبدأ من 350 ريال. هذه والجاكوزي احبابي في الله كمان. وكمان لو عايز يوفر لك مثلا، يعني انت لو جاي وفي اطفال بيوفر لك حاجات لنومة الاطفال ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. متابعين الكرام، هنشوف الفندق بيطول. ادي متابعين الكرام احبابي في الله، ده كده شارع قربان النازل. كده بالظبط 7 دقايق بتكون في الحرم او 10 دقايق على رجلك، بالظبط 3 دقايق بالسيارة. ما شاء الله. وكمان حب يورينا الغرف الصغيرة احبابي في الله، شايفين الجمال ما شاء الله تبارك الرحمن. متابعين الكرام، حابب يورينا الغرف الصغيرة اللي هي بدون مجلس أو بدون صالون فيها. يعني ديت الغرفة أحبابي في الله متابعين الكرام، سرير والشاشة طبعا موجودة. وادي عدة الشاي والقهوة بقى ما شاء الله تبارك الرحمن، والتلاجة. دي برضو غرفة مفتوحة على غرفة عشان لو في غرفتين مفتوحين على بعض. وبرضو الدولاب متوفر فيه الخزنة والمصلية وكتاب الله، وانتم كرامة الشبشب بتاع الحمام، وكمان الميزان والمكوى احبابي في الله. خدمات جديدة يعني جميلة متوفرة ما شاء الله تبارك الرحمن. ودايما ابتسم فنبيكم محمد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. خلاص ادي احبابي في الله. المكان موجود فيه المطاعم أحبابي في الله، وده برضو الشارع في فندق بلاتيني. هنحاول نشوف الأسعار فيه ومستوى الفندق. متابعين الكرام أحبابي في الله، ده برضو فندق من الفنادق أحبابي في الله الموجودة في قربان النازل. هنحاول نصوره ونشوف المستوى فيه أحبابي في الله. طبعا الأسعار بتختلف من إن في أجازات أو في أيام عادية أحبابي في الله. خليكم معايا، يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلق الله سيدي وحبيب رسول الله. أدي مدخل الفندق ما شاء الله تبارك الرحمن، برضو مستوى باين عليه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. برضو السلام عليكم، كيف حالك يا عم؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. هنشوف مستوى. بسم الله، دائما نبتسم فنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد
كم سنة مدينة؟ كم سنة مدينة؟ أنا ما في سنة، أنا يعني 9 شهر. 9 شهر مدينة كويس؟ 100 100؟ 100 100. هنشوف برضو الغرف أحبابي في الله. ده بعد ما نزلنا من الأسانسير. طبعا زي ما أنا قلت لكم الأسعار بتختلف على حسب أيام الأجازات أو أيام عادية. ده الغرفة أحبابي في الله، سرير مزدوج. طبعا في غرف تانية 3 سراير و4 سراير ولكن الفندق فول ما شاء الله تبارك الرحمن. احنا دلوقتي في ايام اجازات يعني في زحمة في المدينة، وادي الحمام وانتو بكرامة. الاسعار بتبدأ من 300 ريال لكن احنا في ايام اجازة احبابي في الله. في ما شاء الله تبارك الرحمن برضو الدولاب في حاجات جميلة، هي مصلية وبطارية وحاجات مجهزة برضو عشان الإقامة تكون مريحة أحبابي في الله. ده فندق من الفنادق. وهي دي مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله حبيت أصور لكم المدينة ليلا. الفيديو المرة اللي فاتت لما صورت لكم الفنادق كان بالنهار. وادي فندق برضو الزهراء الراقي. هنحاول نخش ونشوف برضو المستوى فيه عامل ازاي احبابي في الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنا على اخر الشارع ده الحرم النبوي الشريف. خليكم معايا متابعين الكرام. بسم الله. دي مدخل الفندق اهوت، نظيف ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنصعد دلوقتي المصعد مع اخونا. اسمك ايه؟ لب دعوني ولا ايه؟ اسمك ايه؟ مهند. مهند ليه؟ والنعم. الحروب دول مسيطرين حبيبي. حبيبي عم الله يبارك لك يا رب. الغرفة اللي هنشوفها دلوقتي ثلاثية ولا؟ ثلاثية. ثلاثية. بسم الله. دي قبل الحرم، مفيش يا جماعة، بالظبط 10 دقايق على رجليك أو 2 دقيقة بالسيارة. بسم الله. دي غرفة ثلاثية اهيت. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بارك يا رب. حاجة برضو مستوى نظافة ما شاء الله تبارك الرحمن. ورقم تليفون الحرب كم؟ للحجز. الحجز هنا كام الرقم؟ استقبال تحت. كام الرقم؟ ماشي هناخد الرقم برضو دلوقتي. وادي وانتو بكرامة الحمام. وبرضو مجهز ادوات بقى الشاي والقهوة والتلاجة. وفي دي كمان دولاب وشاشة. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. مستوى برضو ما شاء الله تبارك الرحمن. احنا في الموسم دلوقتي ايجار الغرفة دي ب 350 ريال. تمام؟ واحنا في موسم كمان يعني. بسم الله. وادي هنحاول نجيب رقم التواصل اهوت بتاع فندق. اسم الفندق الزهراء الراقي. رقم جوال التواصل 0596601512. شكرا لك يا عم فهد. شكرا لك يا عم. القناة اسمها ابتسم فنبيكم محمد. الحمد لله. بسم الله. هذه متابعين الكرام احبابي في الله، حاولنا بقدر الامكان نوفر لكم معلومات عن الفنادق هنا احبابي في الله. شارع قربان ده كله فنادق بنفس المستوى او اقل شوية، وبيختلف السعر طبعا من ايام اجازات او ايام عادية. احبابي في الله Oh, oh, oh.
وصل سلامي يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي يا حبابة الشوق وديني وصل سلامي يا طيبة قلبي عليها مشتاق إليها زايد غرامي أنا قلبي طيبة هايم والمشاعر تعزف دايم فكري فيها صاحي ونايم والله طيبة أغلى هدية يا طيبة يا نسمة نبية يا طيبة أنت البهية يا طيبة يا نسمة نبية يا طيبة أنت البهية طيبة تداوي 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 قلب العالي طيبة تداوي 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 قلب العالي داوي القلب والها طيبة والها روحي تقول وفكري يقول روحي تقول وفكري يقول يا طاير ودي الوصية سلم عروض يا طاير ود الوصية سلم عروض البهية يا منايا وفكري وروحي نظرة فيكي تشفي جروحي زورة ليكي أقصى طموحي لما أعزم وعقد نية يا طيبة يا نسمة نبية يا طيبة انت البهية يا طيبة يا نسمة نبية طيبة تداوي 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 قلب العالي طيبة تداوي 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 قلب العالي والقلب والها طيبة والها روحي تقول فكري يقول روحي تقول يا طاير ودي الوصية سلم عروض البهية يا طاير ودي الوصية سلم عروض البهية لما أوصل طيبة دموعي